الخريجون من المحافظات مستمرون بالاعتصام والمبيت أمام مبنى وزارة النفط، بينما البنات الخريجات يأتين يوميا من الساعة 6 صباحا حتى المساء، لكن كل هذا يحدث دون أن يقف أي أحد من المسؤولين على مطالب المتظاهرين. فلنشاهد. خريجي الهندسة الكيميائية، صار لنا تقريبا 15 يوم معتصمين أمام وزارة النفط العراقية، وطبعا لحد الآن ماكو أي بادرة من الوزارة. بشوف هاي الحر والشمس مصمتنا صمت، ماكو أي شيء من يومهم، وإن شاء الله بكي أنه تنظر لنا بعين الأبوية، الوزير ينظر لنا بعين الأبوية، وما صار يعني ما أعرف يقبلها على أولاده وبناته وأولاده أنه يوقفون بالشمس بهذا الحر. ما أصور أكو وزير هيك يقبل، بس هو ما أعرف يعني أصور قابل لنا عادي. متجاهل الشعب كلش، متجاهلنا، متجاهل هاي الشهادات، متجاهلنا لأنه صار لنا، لأنه لما متجاهلنا مو صار لنا ثالث أسبوع وما أصلا ما دا يتذكرنا. بالضبط، صار ثالث أسبوع إحنا بالشارع نايمين وهم ولا يمهم. ايه ثالث اسبوع ولا يمهم، ولا كأنه، ولا كأنه هاي الناس درست تعبت 16 سنة واخذت أعلى المعدلات، واخوي انا دكاترة واخو ماجستير، واخو ناس عايفة بيتها وجهالها، واخو ناس محافظات ولد ويانا، واخو بنات ايضا محافظات، ولد بغداد ولد المحافظة طبعا دا ينامون هنا بالشارع. البنات تجي من 6 الصبح ودا تروح بالستة العصر، بس ماكو استجابه. مع العلم احنا تعدادنا قليل جدا، تعداد كلش قليل، يعني على محافظه بغداد كلها 350